يسعد صباحكم، اهلا بكم بحلقه جديده من صباح الشرقيه. يوم جديد وامل جدد، وبدايه يومكم يا رب تكون مليانه بالخير والبركه. حلقه جديده منوعه بها الكثير من الفقرات اللي تخص كل بيت عراقي. خلينا نبداها باهم العناوين. هل تحب مواكبه المناسبات والاعياد مثل تزيين المنزل وتحضيرات اجواء الاحتفال؟ هذا هو موضوع استطلاع حلقتنا لليوم. صحة القلب والأوعية الدموية هو محور حديثنا مع كارينا الحواري من استوديو دبي. زينة الميلاد تزين محال مدينة أربيل وسط أجواء من البهجة وتحدي تزيين الشجرة مع زين وزهرة. ومن ذي قار ورش تطوعية لتعليم الأطفال الرسم والخط والموسيقى بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية. أما الأخبار المنوعة لليوم بالصورة، زبون غريب وعجيب يجلس على طاولة إحدى المقاهي في أفريقيا، وزوجان أمريكيان يشتريان منزل بفرنسا بقيمة 12,000 يورو دون أن يروه. باقي التفاصيل راح نتعرف عليها بحلقتنا لليوم. هاشتاج حلقتنا لليوم، ما هي أكثر مناسبة أو عيد تستعد إليه ولماذا؟ طبعا تقدرون تشاركونا بسؤالنا على الكيو آر كود يظهر أسفل الشاشة، حياخذكم مباشرة لصفحتنا عبر الانستغرام، وتقدرون تشاركونا كل الأعياد والمناسبات اللي تحبون تحضرون إلها. وبالنسبة لنهاية السنة تعرفون الكثير من الأشخاص يحبون أن يحضرون أشجار الكريسماس، وأيضا يحضرون لهذه المناسبة مع جماعات الأهل. فاكتبوا لنا تعليقاتكم وشاركونا آراءكم. قبل أن نبدأ حلقتنا خلينا نروح نشوف حالة الطقس والأجواء في عموم العراق. نبدأ حالة الطقس من بغداد. درجة الحرارة اليوم في بغداد 14 درجة مئوية ممطر، من المتوقع أن يكون غد 18 درجة مئوية من غائم إلى غائم جزئي، وبعد غد 18 درجة مئوية مشمس. أقصى درجات الحرارة من الممكن أن تصل في بغداد إلى 20 درجة مئوية. والموصل، درجة حرارة اليوم في الموصل 14 درجة مئوية غائم، من المتوقع أن يكون غد 15 درجة مئوية مشمس، وبعد غد 16 درجة مئوية أيضا مشمس. أقصى درجة الحرارة من الممكن أن تصل إلى 15 درجة مئوية في الموصل. والبصرة، درجة الحرارة اليوم في البصرة 20 درجة مئوية غائم، من المتوقع أن يكون غدا 20 درجة مئوية مشمس، وبعد غد 19 درجة مئوية أيضا مشمس. أقصى درجات الحرارة من الممكن أن تصل في البصرة إلى 21 درجة مئوية. وأربيل، درجة الحرارة اليوم في أربيل 14 درجة مئوية ممطر، من المتوقع أن يكون غد 14 درجة مئوية أيضا ممطر، وبعد غد 14 درجة مئوية مشمس. أقصى درجة الحرارة من الممكن أن تصل إلى 16 درجة مئوية. كانت هذه حالة الطقس في عموم العراق. طبعا أغلب الناس ومع اقتراب أي مناسبة أو عيد تكون مشغولة بالتحضيرات، إذا كانت من ناحية الملابس أو تزيين البيت والضيافات وإلى آخره، اللي يكون عليها أنه تتركز هذه المواضيع أو تتركز هذه التحضيرات على الأكل وعلى عنصر الإبهار اللي يبين أنه اختيارات الشخص اللي إحنا زايري بذوقه وباختياراته بمناسبة هذه الأعياد. طبعا هذه التحضيرات من الممكن أنه تبدأ من هسه، وأيضا بعض الأشخاص عندهم مناسبات مهمة يحبون أنه يحضرون لها قبل بوقت.
وسألنا اليوم الشارع العراقي باستطلاعنا، هل تحب مواكبة المناسبات والأعياد مثل تزيين المنزل وتحضيرات أجواء الاحتفال؟ فخلونا نشوف الاستطلاع التالي مع حنين، نرجع لكم. يسعد لي صباحكم واهلا وسهلا بكم. باقتراب راس السنه واحتفالات راس السنه، حبينا نسال الناس ما هي تجهيزاتكم في المناسبات والاعياد والاحتفالات، وهل تحبون ان تزينون المنزل ولا شنو؟ وهل اكو مناسبه عزيزه عليكم وجميله جدا تتذكروها دائما؟ فخليكم ويانا. اليوم بنسأل الناس، هل انت من الاشخاص اللي يحبون يسوون اجواء بالاحتفالات، مثلا تزيين داخل منزل، مثلا لمة عائله، شنو اجواءك بالاحتفالات والمناسبات؟ انا صراحه احب احتفل ويا صديقاتي او ويا الاهل، يعني واحدة من الاثنين، ويكون امسيات بمطعم، يعني هاي الاجواء المنزليه ما احبها كلش. اي طيب، هل تحبين تزيين المنزل بالمناسبات، يعني تزينون مثل ما تعرفين هسه راس السنه قريب، فهل تجيبون شجره عيد الميلاد، بابا نويل، هدايا الاطفال؟ صراحه لا، بس وقت عيد ميلاد، يعني اي مو براس السنه، براس السنه مال برا. اي طيب، شنو اكثر مناسبه تتذكريها وتكون هي مناسبه قريبه على قلبك وانت كنتي سعيده بها، ذكرينا اياها. عيد ميلادي. اي يعني عيد ميلادي عند اهلي مميز، اي يحتفلون بي بتركيا بسدو، كان يعني كل مره بمكان. طبعا احنا هي اول سنه لنا هون بالاربيل وعم نجهز للراس السنه. طيب شنو تجهيزاتكم، شنو التحضيرات، ايش تسوون انت والبنات والاهل؟ هلا لسه عم نشوف، نحن ما كثير بنعرفهم، فهلا عم نشوف عن جديد. شنو مقررة انه تجيبين للمنزل؟ انت شنو حابة انه تزينين؟ حاطة ببالك فكرة او مثلا حاطة ببالك اشياء تجيبيها؟ ولا ما بعرف، لا هيك جينا على المول. زين، شنو اكثر ذكرى تذكريها برأس السنة؟ دائما ذكرى تفرحك وانت كنتي سعيدة بها، سواء هنا باربيل او مثلا بسوريا او مثلا باي مكان. اهلي. كنتي تحتفلين وياها؟ كل سنة، هي اول سنة ولا اهلي. طيب شنو احتفالاتك انت واهلك دائما، شلون تحتفل؟ يعني نروح على المطعم، نسهر براس السنه مثل اي عائله ثانيه، بس هاي المره انا لحالي. اي اكيد في اجواء هلا كثير حلوه، الشوارع كلها مزينه، بالبيت طبعا انا بحب اعمل الشجره، شجره الميلاد. مزينه بايدنا، احيانا بنعمل زينه نحن يعني بايدنا يعني. هي السنه ما في عائله لانه نحن لحالنا هون انا وبنتي. بعز علي يعني لانه كل سنه انا واهلي سوا يعني بنزين وهي الاجواء تبعنا، فهيك عم نحاول شوي يكون نفس الشيء. طيب اخذتي شجره عيد الميلاد زينتيها ولا لسه؟ لا لسه، هلا عم ناخذ من هون. طيب هل اكو هدايا تسووها عاده بليله راس السنه او قبل المناسبات مال راس السنه؟ اي اكيد، هلا في على الكريسماس بنعمل بنسجل عند بابا نويل وهيك. بتحب، انا بحب دائما اهديها لبنتي شيء يعني على الكريسماس. طيب شنو اكثر ذكرى تذكريها صارت وياك بمناسبه معينه ما تنسيها، ذكرى جميله لطيفه دائما تتذكريها وتحبيها؟ وقت كانوا اهلي يوصلنا على الهدايا براس السنه دائما، يعني اهم شيء الهدايا. اهم شيء، احلى شيء الهدايا. اليوم بدي اسال الناس، هل انت من الاشخاص اللي يحبون الاحتفال بالمناسبات، وهل لك اجواء مثلا تزينين المنزل او هذه الامور؟ ايه اكيد انا مع الاحتفال، لاني هالشيء بيدخل الفرحه لقلب الناس وخاصه الاطفال. ايه بزين عندي بالبيت شجره،
بعيد راس السنه وبعيد الميلاد بلبس ابني لباس بابا نويل، طلعوا لهون مثلا على المول بصوره وبخليه ينبسط، بعلمه من الصغر يشارك الاخرين فرحته. طيب هل عندك فد مناسبه تذكريها انه كان عندك بها احتفال وصار بها فد شيء لطيف ما تنسي؟ مثلا عيد ميلاد ابنك، عيد ميلاد تذكر باول يعني ابني كان عمره اول عام وكان الكريسماس وقتها كنت ملبسته لباس بابا نويل وكان كتير كتير شكله كيوت وحلو، كنت كتير مبسوطة فيه ومين ما يشوفه اللي معلش نتصور معه هيك، فكنت كتير فرحان. هي أكيد أنا أحب الاحتفالات وهذا ويا أهلي بالمنزل وأكيد مزينا البيت وهذه، وأكثر شيء فرحون به هذا إنه رأس السنة الأطفال بالبيت. طيب هل تجيبون هدايا؟ هل دا أشوف أكو إنه تعرف برأس السنة أكو هدايا تصير للأطفال، فهل أكو هيجي شيء؟ هي اكيد نجيب هدايا وهذه، بس اكثر شيء للاطفال لان الاطفال يحبون الهدايا وكل شيء. والله احنا كل سنه يعني حسب الظروف نبات، يعني حسب الظروف نبات نزين البيوت او ما نزين البيوت، فانا ما صار لي هواي من زوج، صار لي فت سنتين اي في العام صار تزيين البيت واجواء مختلفه عن السابق. اي قبل ماكو يعني لا ما متزوج كنت. طيب هل اكو مثلا هدايا للاطفال يجيبون هدايا براس السنه، يجيبون كبوس مال بابا نويل، يجيبون الملابس هذه مال راس السنه؟ انا حاليا هسه اليوم هنا كل راس سنه اجي الاربيل، حاليا هسه انا ماخذ لبنتي هديه منها هسه محضره لها هديه. اي وكل راس سنه هي صار عمرها سنه ونص تقريبا، هذا اول راس سنه تقريبا اي تحضر ويانا يعني وماخذ لها اخذ لها هديه الوحيده عندي هي اي ادللها ان شاء الله. طيب شنو اكثر مناسبه مو شرط الا راس السنه، اي مناسبه ثانيه تتذكرها انت ويا العائله وكانت لك بها ذكريات سعيده دائما تذكرها؟ والله اغلب الاعراس مثلا صاحبي قبل فتره تزوج هم فرحنا وطلعنا وياه يعني زفه، وراس السنه كل سنه هم نطلع إيه الحمد لله. اعياد الميلاد اي مثلا الاطفال إن كل سنه نسوي لهم اعياد ميلاد والحمد لله. طبعا شكرا لك حنين وشكرا لكل الاشخاص اللي شاركوا باستطلاع حلقتنا لليوم، ومثل ما شفنا نسبه كبيره يحبون يحتفلون باعياد الكريسماس واعياد راس السنه بسبب الاطفال بسبب البهجه اللي ممكن انه يشعرون بها. طبعا من هذه المواضيع الى موضوع ثاني والى صحه القلب والاوعيه الدمويه راح ناخذ اليوم ضيفتنا بالاستوديو الدكتوره الصيدلانيه كارين الحواري على متحدثنا عن امراض القلب، وهي من الأمراض الشائعة واللي تحدث مؤخراً لدى كبار السن وأيضاً للأشخاص اللي أعمارهم صغيرة. يسعد صباحك كارينة. صباح الوقت حبيبتي. يا أهلاً بيش. بالبداية خلينا نتحدث عن الدور الحيوي للقلب في جسم الإنسان. أكيد. هل عضلة القلب هي عضو موجود في منتصف الصدر يميل إلى اليسار تقريباً، وهو مسؤول عن ضخ الدم لكافة أجزاء الجسم، وفي هاي العضلة يتم اللي هو تبادل الدم بحيث يتم استقبال الدم الغير غني بالأكسجين من كافة أعضاء الجسم وتبديله إلى دم غني بالأكسجين وضخه إلى باقي أعضاء الجسم بدون اختلاط الدم. فهذا الدور الحيوي المهم جدا في ضخ الدم هو دور مركزي وهو ما يعني يمكننا من الاستمرار في الحياة. طيب كارينا شنو هي الأعراض اللي تظهر على الإنسان في حال تعرض لأمراض القلب؟ أكيد. هلأ الأعراض أكيد مرتبطة بالأمراض، وهناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تحدث لعضلة القلب والشرايين المتصلة فيها أو الأوعية الدموية. فأول شيء إحنا قبل ما نفكر بالأعراض لازم أكيد نفكر في إيش الأمراض اللي يمكن تكون موجودة في عضلة القلب وآلية عمل القلب.
اكيد يعني القلب لازم نعرف انه هو يتكون من اربع غرف اللي هم الاذينين والبطينين، بينهما في صمامات وهما متصلان بشرايين تضخ الدم سواء الى الرئه، الشرايين اللي هي الشريان الرئوي والشريان الابهر الذي يضخ الدم الى باقي اللي هو اعضاء الجسم، لكافه اعضاء الجسم. صحيح. كمان نفس عضلة القلب يجب انه يكون فيها عليها تروية دموية لعضلة القلب نفسها، لان هي بحاجة للأكسجين عن طريق اللي هو الشريانات التاجية. فمثلا يمكن انه يكون في خلل في او انسدادات او تصلبات في الشرايين نفسها، في جدار الشرايين. في كمان اللي هي إمكانية حدوث خلل في نبضات أو سيستم اللي هو الانقباض في عضلة القلب، يمكن يكون في تسارع أو تباطؤ في عضلة القلب. نفس الشريان التاجي اللي هو الذي يغذي عضلة القلب نفسها، يمكن أن يحدث في تصلب وتكلس، ويعني هذا الإشي رح يجعل في نقص في قدرة الانقباض. نعم. طبعا الأعراض اللي سألتي عنها بتكون مصاحبة حسب نوعية المرض. إذا كان اللي هو المرض اللي هو مرض الشريان التاجي أو مرض القلب الإقفاري اللي هو الإسكيميك هارت ديزيز، فعليا بيكون في نوع من الألم أو الذبحة الصدرية، نقص بالقدرة على التنفس. عادة يكون ألم بالجهة اليسرى ونوع من أنواع الاختناق، كأنه الشخص يحس بالاختناق. تمام، عشان هيك بسموها ذبحة صدرية، لأنه فعليا بيكون في ألم على الجهة اليسرى وبيكون في هيك نوع من الاختناق وعدم القدرة على التنفس. كمان في يعني في أعراض تانية مثلا برودة الأطراف أحيانا، لأنه بيكون في نقص في تروية الدم للأطراف، برودة الأطراف مع اللي هي عدم الإحساس فيها. كمان يمكن يكون في دوخة وغثيان، يمكن يكون في تورم بالساقين اللي هي نتيجة تجمع السوائل بالساقين. تعرفي بالآخر أنت الدورة الدموية هي ما تضمن اللي هي خروج الدم الزائد وطرحه، فإذا أنت كان عندك خلل في الدورة الدموية المصاحبة أكيد رح يكون في أحيانا تورم في الساقين أو في الأطراف. كمان موضوع صعوبة التنفس، لأنه سبحان الله من أكثر الأمراض المرتبطة بأمراض القلب اللي هي أمراض الرئوية الانسدادية المزمنة، هي تقريبا تصل إلى نسبة 11% من الأمراض المعروفة عالمية. يعني المرض القلب الإقفاري الإسكيميك هارت ديزيز يصل إلى 16%، السكتات الدماغية 11%، والأمراض الرئوية المزمنة الانسدادية المزمنة إلى 9%. فهي يعني كمان من الأعراض المصاحبة جدا لازم ننتبه لها. طيب كارينا، هل تتواجد أدوية من الممكن أن تؤثر على صحة القلب وصحة الأوعية الدموية؟ أكيد في كثير من الأدوية، وطبعا حسب حالة المريض، يعني حسب عمره. يعني مثل ما يعني مثل ما ذكرنا في بداية حلقتنا أنه بعض الأشخاص يفكرون أنه بس الأشخاص الكبيرين بالعمر من الممكن أنه يتعرضون لذبحة صدرية أو لأمراض القلب، ولكن هل من الممكن أنه الأصغر عمرا أيضا يتعرضون لهالشيء؟ أكيد. هلأ مرض القلب الإقفاري الإسكيميك هارت ديزيز فعليا هو يعتمد على العمر البيولوجي وعلى درجة التكلس والتصلب في الشرايين. أوكي؟ فإذا كانت عاداتك، وهذا السؤال اللي هو المفروض إنه إحنا نركز عليه، اللي هو إيش بالضبط عاداتك الصحية اللي بتخلي في تصلب عندك أو ما بتخلي في تصلب. فإذا كان الإنسان عاداته خاطئة فرح يكون في عمر بيولوجي أكبر من عمره، وهو العمر البيولوجي هو العمر الفانكشنال أو الوظيفي لعضلة القلب ولباقي الأعضاء. فأكيد يعني في أصغر بالسن بيكونوا ولكن بينصابوا. عادة اللي هو السكتات الدماغية لا يصاب فيها الناس تحت اللي هو سن الأربعين، عادة فوق سن الأربعين، ولكن في احتمالية للأطفال اللي عندهم سكل سن أنيميا اللي حكينا عنها المرة الماضية اللي هي الأنيميا المنقلية إنهم ينصابوا فيها. وكمان بيعتمد اللي هو الأمراض الرئوية المزمنة اللي حكينا عنها، بيعتمد على العادات اللي مرتبطة بتواجد السموم وتعرض الرئتين للسموم مثل التدخين. نعم. لأنه بيكون في أمور التهابية وتكدس في السموم بتعمل هاي الحالة اللي بتأثر بطريقة عكسية على القلب.
طيب كارينا، الأدوية اللي لازم يتم استخدامها للعلاج؟ أكيد. هلأ حسب حالة المريض، يعني مرات المريض ما بده دواء، بده مثلا شوية راحة، بده جراحة أو بده عملية قسطرة مع دعامات، فحسب حالة المريض أحيانا يحتاج إلى جراحة. ولكن الأدوية عادة المعروفة اللي بيكتبوها الدكاترة، المميعات الدم زي الأسبرين، زي الكلوبيدوغريل، زي الهيبارين اللي هي بتحلل الخثرات المتكلسة على الأوعية الدموية، في كمان البيتا بلوكرز معروفة اللي هي بتقلل من نبض أو معدل ضربات القلب، بالتالي بصير القلب أهدى وحاجته للتروية الدموية بتكون أقل. النيتروغليسيرين إذا أنت بتعرفي اللي هي حبة تحت اللسان، دائما نسمع عنها، بالضبط، هذه بتوسع الشرايين وبتخلي فيه تدفق أكبر للدم في الشرايين، فبالتالي بيكون اللي هي فيه سهولة وما بيكون فيه تسكيرات خلينا نحكي. وكمان في اللي هو أدوية الضغط، لأنه سبحان الله زيادة ضغط الدم اللي هو مرتبط بشكل أساسي بأمراض القلب. بأمراض القلب. طيب كارينا، بما أنه إحنا داخلين على موسم أعياد ومناسبات والأكل الحلو والدسم وإحنا يعني كعراقيين وكعرب أيضا ما نعرف ناكل الأكل خالي من الدهون وخالي من السكريات، فضرورة تسليط الضوء على هذه الفترة، وأيضا ننوه الأشخاص اللي عندهم ممكن مشاكل في القلب أنه يأخذون الحذر. أكيد. هلأ سبحان الله أهم نصيحة للناس إنهم يعني يقللوا قدر الإمكان من تناول البروتينات الشحمية، أوكي، لأنها هي مفتاح لتصلب الشرايين وتكدس الدهون في الشرايين. هاي شلون إحنا نقدر نقنعهم إذا أكل دولمة؟ جدا مهم. السكريات، الكربوهيدرات، الدهون الخبيثة. نعم. أنت ما بدك ترفع الدهون الخبيثة اللي هي أو الدهون عالية الكثافة LDL. بالمقابل بدك ترفع الدهون الحميدة اللي هو بدنا ناكل أسماك، بدنا نتناول الأوميجا 3 لندعم اللي هو التخلص من الدهون الخبيثة. نفس الوقت يعني بدنا ننصح الناس انه يعملوا رياضة، يعني مو معقول احنا بس ندخل لجسمنا وما نتحرك، فبدنا نحرق اللي دخلنا، فبدنا هيك 3 لـ4 مرات، ويعني يفضل 5 بالأسبوع انك توصل اللي هو الجيم وتعمل رياضة من متوسطة لعالية الانتنسيتي اللي هي يعني يكون الجهد شوي عالي. هاي النصائح لازم أنا أطبقها، لازم كلنا نطبقها ونبلش ننشرها لمواقع التواصل الاجتماعي على مود نقدر نساعد الناس وأيضا يتشجعون. بالضبط. أنت لو تعرفي يعني التدخين لحاله قديه بيرفع كم ضعف لأمراض القلب، 2.9 ضعف، يعني 3 أضعاف أمراض القلب إذا أنت دخنتي والشرايين. إذا كان عندك توتر نفسي وضغط نفسي 2.7 ضعف، يعني تقريبا كمان 3 أضعاف الشخص الطبيعي اللي ما عنده توتر. الشخص اللي ما بيلعب رياضة 2.4، أوكي، بيزيد. أوكي. اللي هو نسبة الإصابة بأمراض القلب. فشوفي هاي الأمور اللي إحنا يعني مرات نعتبر خلينا بعدين كذا من أجل كذا، قديه بتأثر على زيادة أمراض القلب والشرايين. بالمقابل إذا أكلت خضروات وفواكه واعتمدت في غذائك بشكل يعني مستمر على الخضروات والفواكه، تنقص أمراض القلب والشرايين بنسبة 30%. إذا عملت رياضة بنسبة 16%. إذا ما تناولت كحول، وهذا موضوع جدا مهم في الأعياد، لأنه الناس يعني للأسف تسرف في تناول الكحول، وهذا اللي بيسبب اللي هي تشمع كبد، وبالتالي صحيح يعني كلياته مرتبط، فهمتي كيف؟ فهذا كمان الموضوع بنقص بنسبة 9% أمراض القلب والشرايين. فأكيد يعني بندعو الناس سواء بالأعياد أو غيرها إنهم يعني بالآخر الجسم ما بعرف قديش في تراكمات فيه، يعني أنت ما بتعرف قديش في تراكمات في جسمك، فمو بالضرورة يكون العيد هو الفترة اللي أنت لا سمح الله تنساب فيها بنوبة قلبية أو سكتة دماغية نتيجة التراكم المستمر، وأنت بالآخر كمان يعني أنهيتها بفترة العيد بتناول كميات كبيرة من الكحول ومن الكربوهيدرات والشحوم والبروتينات عالية الكثافة. لازم الناس تنتبه. طبعاً ذكرتي نقطة كلش مهمة اللي هي أنه الواحد يفكر أنه بس بهذا الموسم من الأعياد والمناسبات من الممكن أنه يتعرض للأمراض، وهي بالتالي تكون تراكمات سنين. صحيح. ومنها أيضاً مثل ما ذكرتي الضغوطات النفسية، وذكرتي أنه نسبة كبيرة من الناس يتعرضون لأمراض القلب بسبب الضغوطات النفسية. صحيح. طيب شلون الواحد يقدر يسيطر على نفسه في هذه الحالة إذا كان هو يتعرض لضغط مستمر
خلينا نقول عنده تاريخ بعائلته انه مشاكل القلب، فشلون يقدر انه هو ينظم وقته او ينظم حالته النفسيه؟ اكيد هلا التوتر يقل بمعرفه اسبابه، فاول شيء بدنا نركز على السبب. اذا كان السبب بيولوجي يعني توتر داخلي مرض بدنا نعالج المرض، اذا كان مثلا له علاقه بتوتر له علاقه بعد مادي، لانه سبحان الله ركزنا على هاي النقطه المره كمان من الحلقات انه يعني بيحكي لك قطع الارزاق ولا الاعناق ولا قطع الارزاق دائما بركز عليها، فانه الناس كثير تتوتر على الامور اللي لها علاقه بالماده. الانسان بده يعني يحاول يعني تؤدابت اللي هو سيستم الرضا في حياته، ويعني بالاخر احنا ما رح نحصل على اكثر من المقدر لنا، يعني حلو الاجتهاد ولكن موضوع الرضا والتسليم جدا أساسي في حياتنا. ما بنفع نضلنا متوترين بشكل يعني كبير مستمر. عشان الأعباء المادية سيستم اللي هي إدارة الحياة والبريوريتايزنج، إنك أنت تبدي أشياء وتهمل أشياء معينة أنت جدولك ما بيسمح لإلها، يعني إدارة الوقت، إدارة جودة الحياة من ناحية اللي هي زي ما حكينا سواء الغذاء أو سواء العادات الصحية، الإقلاع عن التدخين، شرب الماء بكثافة، بالآخر أنت عمالك بتنظف جسمك، النوم، غيرها من الأمور اللي راح تساعد جسمك. كارينا هي سلسلة من أكيد. مراعاة النفس وأيضا تنظيم الوقت والانتباه على الأغذية اللي احنا ناكلها، وأيضا الموضوع النفسي مثل ما ذكرتي جدا مهم، والابتعاد عن المسببات اللي ممكن انه تضرنا وتضر جسدنا. طبعا معلومات كلش مهمة حبيبتي. ان شاء الله يا رب يكونوا مشاهدينا استفادوا من هذا الموضوع واخذوا بنصيحتك. شكرا لك كارينا، شكرا لوجودك حبيبتي. شكرا لك. من هذا الموضوع مشاهدينا راح ننتقل إلى موضوع ثاني وتقريرنا الثاني لليوم. بما أنه اليوم كان استطلاعنا حول التحضير والاستعداد للمناسبات والأعياد، أخذونا زهراء وزين وياهم إلى أحدى الأماكن المتخصصة بالهدايا وزينة الأعياد حتى نشوف الأجواء التحضيرية لأعياد الميلاد والسنة الجديدة. ومو بس هيك، راح يكون بيناتهم تحدي على تزيين الأشجار. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. الو الو هلا زهراء. زين وينك؟ شو ماكو؟ اي من زمان ما مسويين تحديات. يلا انا بدي انتظرك، انا قدام المحل وراح افوت قبلك. تمام يلا جاي هسه. تمام يلا. هلا زهراء، شلونك؟ شو اخبارك؟ شو رايك بالمكان اللي اختاريته؟ يخبل كلش حلو. كلش حلو ها؟ وبيو خياراته هواي، يعني اجيت افتريت قبلك ومشاهدينا تعودوا وتصير دائما المنافسه بيني وبينك من شجرته الاحلى. فشو تتوقع اليوم؟ هالسنه التحدي راح يكون مختلف لانه الاذواق تختلف وراح نشوف من شجرته راح تكون احلى. بس قبلها احنا راح نحكي ويا جون صاحب المكان حتى نسمع من عنده شنو اكو شغلات ترند هاي السنه، فشو رايك؟ يلا بلش نروح عليه؟ يلا. جون كل عام وانت بخير. اول شيء انا حاب اسالك هالسنه وهالعام شنو الترند وشكو اكثر شيء عليه طلب؟ حبيبي زين وانت بألف خير، نعاد عليكم بصحة وسلامة. الترند هالسنة يعني الألوان تغيرت والعالم تغيرت، الديكور صار يعني العالم قامت تطلب شغلات، تطلب شغلات ثانية، ألوان كل من حسب ذوقه أو حسب الأثاث ماله بالبيت شلون يكون. لنشوف الترند هم من تغير مع الشجرة الخضراء، صار هسه اكو بيضه كامله، اكو اخضر وابيض. قول لنا شنو شوي، احكي لنا عن الشجر. الشجر هي الانواع ماله تغير ليش؟ لانه هو خلينا نقول دائما الكريسماس او النيو يير يكون بالشتاء، فيتميز انه من ينزل الثلج وهاي، فانه باعتبار انه شجره نازل عليها ثلج واصلا ديكورها هي تقدرين تقولين احلى واجمل، فمبدئيا عالم ترغب لان شيء جديد وحديث، وانت تعرفين العالم دائما دا يروح على الجديد على الشغلات الجديده على الشغلات الاحدث.
احنا مستعدين حتى ندخل اجواء الميلاد من هسه ونبدي نزين مو؟ يلا احنا نبدي نزين. شكرا لك جون، احنا راح ناخذ هسه تور بالمحل ونختار شغلات منافسة لأن كل يوم بني بيت. يلا منافسة قوية لازم، تابعونا. تحدينا اليوم ما راح يكون سهل لأنه زهراء ذوقها حلو بالألوان، بس أنا همين راح أحاول شجرتي تنافس شجرتها وتكون أحلى منها. فأنا اليوم راح أختار اللون الذهبي ومع الفضي حتى يصير الكومبينيشن كلش حلو، ولأنه راح أختار الشجرة اللي هي السمبل ما راح تجي البيضة راح تجي الخضرة، فأعتقد أنه الذهبي والفضي راح يسوون في التشكيلة حلوة، فكونوا وياي حتى نختار الزينة لشجرتي. صراحة أنا أعرف زين ممكن يختار الألوان البيسك، بس مثل ما سمعتوا إنه الألوان الترند هالسنة اللي هو لون الشامبين اللي يجي على وردي شوية، بس أنا حختار الطوبات هذولة. شوفوا حطون قليل من الكبار كلش والباقي كله صغار، فهلأخذ هذا وهذا. يا سلام، ما راح يقدر ينافسني اليوم زين، مستحيل. وصلنا هسه للفقرة نختار أغصان حلوة حتى تكون تاتش وأكسسوري مضاف للشجرة اللي راح نزينها، فأني راح أختار اللون الذهبي أكيد واللون الفضي، عدنا هنا راح أحاول أنسق بيناتهم راح يكونون في التاتش حلو. همين راح أحاول أضيف الغزلان اللي راح تكون حركة وتاتش مميز، ممكن قبل إحنا ما كنا نخلي غزلان داخل الأشجار، لكن الترند الجديد أو الموضة الجديدة أنه أكو شغلات حلوة تنضاف للشجرة وتضيف لها فجمالية مميزة، فأني راح أخلي غزلان همين هالمرة راح أختار ذهبي والفضي. وحختار هذول الوردات، شوفوا مثل ما قال الزين هسه اختلفت بعد، مو بس طوبات صارت، فحضيف شغلات من عندي هسه حتشوفون شنو راح أختار. يلا راح تبلش هسه ونشوف منو شجرته احلى، ولو انا اعرف شجرته راح تطلع احلى، بس يلا ما يخالف حنعطي فرصه زين. هي متاكده بس انا جايب ما فيه الكفايه من ادوات الزينه حتى ازين شجرتي وتكون منافسه للشجره. اقول لك شغله، توقعت حنختار هاي الالوان. توقعتي؟ اي والله اختارت، توقعت لانه يعني تخاف تطرسك على الوان جديده، بس ما يخالف. المهم هشوف منو شجرته راح تطلع احلى. نبلش؟ خلي بدي. يلا يلا. لا كل هاي شي نازلة بيس بلا حجج من هسه. النجمة هاي أحلى أحلى. يلا قل لي رأيك الصريح. أنا راح أقول لك أول شي رأيي صراحة، أنا كلش حبيت اختيارات زهراء، وقلت بالبداية قلت أنه أنت ذوقك حلو باختيار الألوان وتنسيق الشجرة، فراح أنطيك تقييم صراحة كامل يعني كلش صدق حلو. أنا بصراحة حبيت ليش الشجرة مالتك، الناس تحب هذا البيسك اللي هو الذهبي ويا الفضي، وحبيت الغزلان اللي حاطهم لا حبيتين كل هذا ترى هذا يعني اخر موديل، هذا اخر ترند مال هالسنه. هذا ترند مالتك اللي حابب ترند زين هذا يعني ما حد مسوي. اللي حابب يسوي شجرته هالسنه تقدرون تسووها باحدث يعني اخر ابديت للتزيين، هو هيك راح يكون. اهم شيء زين، نتمنى المشاهدين سنه سعيده من هسه ويعيشون اجواء كريسمس حلوه بلمه العائله وحتى بالتزيين، هاي اللمه كلش حلوه زين يعني ماكو احلى من عندها. اكيد اوافقك الراي، ممكن احنا اذواقنا تختلف بتزيين الاشجار، اختيار الزينه، الالوان، المكان، التفاصيل الاخرى، لكن ما ننسى التفصيله الاولى اللي هي لمه العائله مثل ما قالت زهراء والاجواء الحلوه اللي احنا راح نعيشها خلال هذا الموسم، فهذا هو الاهم، والتصميم والديزاين والديكور هذا راح يبقى اذواق. يلا خلي صوتونا من شجرته احلى، ونتمنى انه كانت جوله ممتعه ويانا، ونشوفهم بجوله بالسنه الجايه، شنو رايك؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. باي باي.
طبعا زهراء وزين الاشجار اثنيناتهم حلوات، وان شاء الله يا رب يكونون مشاهدينا انه اخذوا فكره عن الاشجار اللي لازم يسووها في بيوتهم، وايضا لا تنسوا المشاهدين انه تشاركون هذا الشيء او اختيار الاكسسوارز مال الاشجار مع اطفالكم، لانه راح تبقى هذه الذاكره او تبقى هذه الميموري موجوده عندهم لاطول فتره ممكنه، وايضا من الممكن انه ينقلون هذا الشيء لاطفالهم، فحاولوا انه تقضون وقت ويا العائله وتقضون انه الاجواء مع الاطفال لانه راح يشعرون ببهجه العيد. ونرجع نذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي، ما المناسبه او العيد اللي تستعد له ولماذا؟ الكثير من الاشخاص ذكروا بهاشتاج حلقتنا اليوم انه اجواء الكريسماس تساعد انه الواحد يحضر للاشجار ويحضر للزينه، وايضا مثل ما ذكرت في بدايه الحلقه وقبل شويه انه احنا نسوي الاشجار للاطفال، الاطفال يضيفون بهجه ويضيفون لمستهم الخاصه لهذه الاشجار. طبعا من هذه المواضيع طبعا راح نروح لخبرنا المنوع لليوم، حيث انتشر مقطع فيديو لعائله بعد ان اقتحم جرينتش منزلهم ودمر شجره عيد الميلاد الخاصه بهم، تاركا الاطفال يصرخون. ولكن تعرفون انه شخصيه جرينتش هي شخصيه كرتونيه دائما ما تحب الاعياد وما تحب المناسبات ودائما تخرب عيد راس السنه وعيد الكريسماس بالتحديد، فهذه الدعبه كانت من خالة الأطفال اللي قررت أنه تغير لهم شجرة الميلاد القديمة، فاتفقت مع الأم على أنه تفتح لها كاميرا التصوير بعد أن انتهوا من تزيين هذه الشجرة القديمة. وعند الانتهاء منها دخلت الخالة إلى المنزل وهي متنكرة بملابس جرينتش وقامت بركل الشجرة. والموضوع أنه الطريف الموضوع أنه دفاع الأطفال عن هذه الشجرة اللي زينوها، ولكن أخذوا هذا الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشاركوا الخالة عبر الانستغرام بهذه الطرفة. وبعد أن كشفت الخالة عن نفسها وقدمت لهم شجرة جديدة، التقطت مع الأطفال صورة تذكارية ذكرهم بهذه المزحة، وهذا الهدف من الأشجار ومن الزينة ومن أعياد كريسمس، أنه دائما جمعة الأهل وأيضا الأطفال، وجود الأطفال من الممكن أنه يضيف لمسة جدا مميزة لهذه الأعياد. خلونا نتابع الفيديو التالي. حبيت دفاع الأطفال عن الشجرة وعن أنه ما يحبون أنه أحد يخرب لهم هذا العيد، فالحمد لله أنه الخالة حاولت أنه تعوضهم وتجيب لهم شجرة جديدة. نرجع نذكركم مشاهدينا في حال حبيتوا أنه تشوفون فقرات سابقة من صباح الشرقية، كل اللي تقدرون تسوونه تروحون على الكيو آر كود يظهر أسفل الشاشة، حياخذكم مباشرة لصفحتنا عبر اليوتيوب وتقدرون تتابعون كل ما فاتكم. أيضا نرجع نذكركم بسؤال حلقتنا التفاعلي اللي هو ما المناسبة أو العيد اللي تستعد إلى ولماذا؟ الكثير من الأشخاص شاركونا بهاشتاج حلقتنا لليوم أنه إحنا ننتظر هذه الأعياد والمناسبات على مود ننام ونرتاح ونبقى من البيت، حتى مو على بالنا أنه نحتفل، ولكن أنه الراحة النفسية وراحة الجسدية مطلوبة في هذا الوقت، بالأخص أنه الأجواء باردة في معظم مناطق العراق. أيضا بعض الأشخاص ذكروا أنه المشكلة أنه بهذه السنة هو عيد ميلادي، علاء كاتب انه بهذه السنه بنهايه هذه السنه عيد ميلادي، واني دائما احتفل مع راس السنه بعيد ميلادي، فتعتبر مناسبه جدا مهمه بالنسبه لي واحب انه اقضيه مع العائله والاهل. ايضا فاطمه كاتبه انه تخرجي صادف هذيك السنه براس السنه وكانت الفرحه بفرحتين، وحاولت انه اتونس وافرح بهذه الطاقه، والحمد لله تخرج وراس السنه بنفس الوقت. بعض الاشخاص ذكروا انه هذه الأعياد والمناسبات ما لازم تكون بس في فترات معينة من السنة، ولكن ممكن تكون مع لمة العائلة، سواء كانت لمة بسيطة أو لمة هادئة وطاقة إيجابية موجودة، فتقدرون تحتفلون بأي وقت من السنة مو بس بكريسماس وأجواء رأس السنة. من هذه المواضيع راح ننتقل إلى تاملة وعزيز في استوديوهاتنا في أربيل. يسعد صباحكم. صباح الخير عليك رولا، ويسعد صباح جميع المشاهدين. صباح طبعا المناسبات والاعياد شيء كلش حلو،
والفكرة يعني البهجة والسرور والسعادة اللي تصاحب هذه المناسبات هي جدا مهمة من أجل أكيد الروح والنفسية تكون إيجابية، وأهم شيء أكيد العزايم واللمات بهيك مناسبات. وإحنا عندنا ما شاء الله مناسبات كلش هواية، يعني سواء كانت أعياد، مناسبات دينية، أو حتى هسه بهالفترة الكريسماس ورأس السنة. فأكيد إحنا بخصوص هذا الموضوع ودا نحكي بهاي الفترة، فالكريسماس هو الطاغي، ودا نشوف الزينة موجودة بكل مكان، واللي يميز أو تميز هاي المناسبة شجرة الكريسماس، واللي نشوفها بالأماكن العامة أو حتى بالبيوت. كلنا متأكدة أنه إحنا زينا شجرة الكريسماس وموجودة ببيوتنا، وهي متعة جدا بس نزينها وتكون موجودة تقريبا خلال شهر 12 و1. صحيح. اكو ناس تحب ممكن المصخب او انه يطلعون برا، فبالتالي ممكن يقضون هذه المناسبة او رأس السنة برا، او اللي يفضلون يتهربون من الازدحام اللي ممكن يصير بهاي المناسبات، فبالتالي ممكن يبقون بالبيت. وانا افضل ابقى بالبيت مع اجواء هيك تكون حلوة ودافئة ومع ناس اكيد احبهم. يسعد صباحك عزيز. يسعد صباحك تملا، ويسعد الصباح. نعم، انا اترك لازم ارائكم تكون بالبدايه يا رولا ويا تملا. طبعا احنا عندنا اولويه للبنات. طبعا تملا، انت ذكرتي انه راح تقضين العيد بالمنزل، ولكن انا متاكده انه احنا كلياتنا يعني راح نقضيه على شاشه الشرقيه وعلى شاشه راس السنه الخاصه، الاحتفالات الخاصه براس طبعا السنة. انا قصدت في السنين الماضيه يعني، مو احنا دائما صار تقريبا الماضي يعني صار تقريبا سنتين او اكثر احنا نحتفل براس السنه مع عائلتنا الكبيره وشاشه ما عندنا اي هدوء. اكيد اكيد، فاحنا دائما عندنا بهجه مختلفه عن الاخرين. شنو راي عزيز بهاشتاج حلقتنا اليوم؟ فعلا طبعا انا بالنسبه لي يسعد صباحك رولا، يسعد صباح كل الناس اللي تابعوا صباح الشرقيه. بالنسبه لي موضوع المناسبات اي شيء به فرح واي شيء به بهجه وسرور هو من الاشياء اللي اكون مؤيد لها انا بالدرجه الاولى. اي عيد، اي مناسبه، اي شيء، بس من المهم ان يكون مثلا بهذا العيد او مثلا بهذه المناسبه مثل ما نقول اكو فد تنظيم، اكو فد اشياء اساسيه نسويها ما تخرب علينا هاي الفرحه. اكو كثير من الاشياء يجوز احنا مثلا نستعجل بها تخلينا نخسر الفرحه اللي نريد نعيشها، او مثلا نكون مثلا خارج الاجواء اللي نكون لازم نعيشها. فلازم نبقى محافظين على كل الاشخاص اللي عايشون هاي الاجواء، لازم نبقى محافظين على لمه العائله، لازم يكون عندنا تواصل بالاقارب بالاصدقاء بصوره مستمره حتى هذه الفرحه تكون مستمره. لانه تعرفين احنا عندنا مثلا بالاعياد والمناسبات وكل شيء بصوره عامه تصير لمه مال الاهل ولمه مال العائله، فمن الضروري ومن الاشياء الاساسيه بالبدايه نحافظ على هاي اللمه، بعدين نحاول نعيش كل هاي الاجواء بصوره حلوه. ايدك انا يا عزيز. طبعا انتهت فقراتي من استديوهاتنا في دبي، مستمره ومتابعه وياكم من استديوهاتكم في اربيل. شكرا لكم. شكرا لك رولا. شكرا لك رولا. اذا المشاهدين الكرام راح نكون مستمرين وياكم من استديوهاتنا بي اربيل، ونذكركم بهاشتاج حلقتنا ما هي اكثر مناسبه او عيد تستعد له ولماذا. خليني نقرا شويه من تعليقاتكم اللي شاركتونا بها بصفحه قناه الشرقيه على الانستغرام. هيثم يقول انتظر عيد الاضحى. ايضا حسن يقول رمضان دائما استمتع باجواءه. حلو. ساره كاتبه راس السنه ان شاء الله تكون سنه حلوه عليكم ان شاء الله على أكيد. الجميع. السنة شلون تقضي أنت عزيز بالعادة؟ برأس السنة احنا يعني السنة المضت ما شاء الله انتوا قضيتوها بالاستوديو، انا كنت بتغطية خارجية، ممكن هالعام هم راح نكون مع بعض. هالعام طبعا احنا اكيد نحاول دائما انه نوصلكم للبهجة ونوصل لكم اجواء البهجة والسرور والفرح بداخل كل البيوت العراقية. فعلا يا عزيز. إذا المشاهدين مكملين فقراتنا لحلقة اليوم، وراح نحكي عن موضوع معاناة اللي يعانون منها كثير من الأشخاص اللي هي آلام الظهر، وخصوصا اللي يشتغلون لوقت طويل وهم قاعدين، ممكن اللي يسوقون السيارات أو اللي يشيلون أوزان وغيرها من الحالات، والبعض منهم يشوف أنه الألم هذه نتيجة لجهد، فممكن يلجؤون للمسكنات، ولبعد فترة من الزمن ممكن هذه الأدوية ما تجيب أي نتيجة. لذلك لازم نعرف أنه الظهر ممكن يكون أو ألم الظهر ممكن يكون التهابي، ومو بس عرض بسيط، وأيضا زيارة الطبيب هي الأهم. لذلك اليوم راح نتكلم مع ضيفتنا اختصاصية أمراض المفاصل والروماتيزم الدكتور آفين
عارف معروف خلينا نرحب بها اكيد. صباح الخير عليك امين. شلونك؟ اهلا وسهلا. احنا بالبدايه دكتور نسال سؤالنا التفاعلي. نعم. على سيره المناسبات والاعياد. اكيد. شنو اكثر مناسبه او عيد تحبين او تستعدين لها؟ هو اكثر شيء راس السنه لانه لاسباب. أوكي. يعني اولا انه الاجواء شتويه وانا احب الشتاء. اجواء دافئه لمه. وثانيا والاهم انه عيد ميلادي في راس السنه. السبب الاساسي اتوقع في العالم كله يحتفل بعيد ميلاده. العالم يحتفل يعني ليله راس السنه. واو ما شاء الله. حلو حلو. اذا من هسه نقول لك كل عام وانت بخير. طبعا دكتوره اليوم بدنا نتكلم عن فد موضوع يعاني منه كثير من الاشخاص اللي هو نعم. الام الظهر وكل هالتفاصيل. فاكو مرحله يوصلون بعض الاشخاص بها مثلا بسبب مثلا ثقل معين او شيء يكون عنده فد الم بسيط يروح نعم. بمرور الوقت، بس اكو ناس يصير عندهم خلينا نقول الام ظهر التهابيه، هاي هنا يجوز المرحله متطوره، فشنو هي الام الظهر الالتهابيه؟ نعم، الام الظهر الالتهابيه هي مجموعه تتضمن مجموعه اعراض وسببها يعني امراض تتعلق بمجموعه من الامراض الروماتيزميه نسميها التهاب الفقاري السلبي. فهاي الالتهاب يصيب العمود الفقري ويصيب الحوض، منطقة خاصة مفصل العجز الحرقفي. طبعا أكو أسباب كثيرة للالتهابات في العمود الفقري ومنطقة الظهر، ما عدا الالتهابات الروماتيزمية اللي حكيت عنها هسه، اللي هي دائما تصير خلل في النظام المناعة الذاتي فيصيب الأشخاص بهاي الأمراض. لكن اكو امراض يعني حالات اخرى، مثلا التهابات جرثوميه، مثلا الحمى المالطيه او مثلا التهابات السل ممكن تصير. لكن احب انه اركز اليوم على الالام الظهر الالتهابيه نتيجه الروماتيزم، نتيجه التهاب الفقري السلبي. هو ليس من الاسباب الكل الشائعه، لكن سبب مهم جدا، وفي كثير من الحالات يصير يعني بطء أو مثلا تأخر بالتشخيص. هذا التأخر بالتشخيص يسبب عواقب وخيمة، لأنه معظم الحالات إذا تأخر تشخيصها راح يصير تصلب تام في العمود الفقري، نتيجة أنه الأنسجة الضامة اللي هي الأوتار والأربطة راح تتحول إلى عظام، فيصير الفقرات تتلاصق ببعض، وبهالحالة ما راح نقدر نسوي أي شيء. لهذا إحنا دائما نأكد على موضوع التوعية بالنسبة لآلام الظهر الالتهابية، لأنه أي تأخير بالتشخيص ممكن يكون لها عواقب ومضاعفات ما نقدر نعالجها. زين الدكتورة، خلينا نحكي على أعراضها حتى نقدر نميزها بالتأكيد. ونتلحق على الأعراض وبالتالي نعالجها. شنو هي أعراضها؟ الأعراض دائما يكون الألم الظهر مزمن، يعني أكثر من 3 أشهر، وتجي على شكل وجبة يعني نوبات، يعني ما تكون مستمرة، مو شرط تكون مستمرة، يعني ممكن بالأسبوع 3 أيام 4 أيام يصير عنده الألم ويروح. تدريجي، دائما الألم يكون تدريجي. اللي يميزه أكثر شيء يميزه عن آلام الظهر الاعتيادية أو إذا كان سببها فقرات انزلاق أو شيء، إنه الألم يزول مع الحركة، بعكس الألم العادية اللي تصير مثلا نتيجة ميكانيكية، الآلام الميكانيكية اللي نسميها. دائما الألم يعني يكون أخف من المريض يبدي بالحركة، ويصاحبه أيضا تيبس الصباحي. هاي كلش حالة مهمة، إنه المريض من يصحى الصبح ما يقدر يتحرك، ظهره يابس ما يقدر يتحرك، يحتاج لأكثر من 30 دقيقة نص ساعة حتى يتحرك. فهاي ايضا تميزها عن الالام الظهر الاعتياديه. او مثلا بالليل، يعني الثلث الاخير هو نايم، الثلث الاخير يقعد من النوم لانه فتره طويله نايم وفي فتره سكون، فيزداد الالتهاب ويزداد الالم. لازم يتحرك، لازم يقوم، لازم يتحرك حتى يزول هذا الالم وهذا التيبس. زين دكتور، هاي الاعراض تظهر بسرعه او بشكل تدريجي؟ بصوره تدريجيه. فلهذا ممكن يتاخر التشخيص، لانه يعتبر الم ظهر عندي. زي حتى لو يراجع اذا مو اخصائي روماتيزم ممكن يقول له
عضلات تشنج شيء، لانه تصير على نوبات وتصير تدريجي، فممكن يعني. وهذا التاخر بالتشخيص مو يعني في منطقتنا فقط، مو مساله اقليميا فقط، وانما دوليا. فلهذا التوعيه كلش مهمه. يعني احنا مثلا انا كعضو في رابطه صحه العظام والمفاصل العراقيه، عندنا مجاميع الامراض الالتهابيه، دائما نسعى انه نسوي وعي بهذا المجال، ليس فقط للاشخاص الاعتيال، وايضا للسلك الطبي والسلك الصحي ايضا. ممتاز. حتى يصير يعني التوعية معينة، يصير وعي بالتشخيص الحاله يعني، حتى يصير انه المام بالحاله ويعرفون شو وقت يحولون هذا المريض الى جيد جدا. ممتاز. زين، هذا الموضوع هل من الممكن ان يصيب مثلا فدى اعمار معينه؟ نعم. وهل يلعب مثلا الوراثه، هل تلعب دور مثلا بهذا النوع من الالتهابات؟ نعم. سؤال كلش مهم. بالنسبة للأعمار اللي يصيبهم أعمار الشباب، يعني دائما الحالة تبدأ في العمر أقل من 40، يعني هاي أحد المعايير لها للتشخيص، ويعني يكون في فترة حركة وفي فترة نشاط. الوراثة تلعب دور كلش مهم في يعني العامل الجيني، عامل كلش مهم. ودائما الأشخاص اللي يصابون بهاي الأمراض، مجموعة أمراض الالتهاب الفقاري السلبي، يكون عندهم حالة مرضية في العائلة. لكن الجدير بالذكر أنه هاي المجموعة تتضمن عدة أمراض، يعني منها أهمها مرض التهاب الفقاري اللاصق، الثاني هو التهاب المفاصل الصدفي، يعني الشخص عنده صدفية، مرض صدفية جلدي، أو بالعائلة عندهم مرض صدفية وهذا يصيبه التهاب الفقاري، أو يكون عنده التقرحات المناعية في القولون، هذه أيضا في نفس المجموعة، ويكون عنده التهابات الشبكية في العين، هذه أيضا تكون ضمن المجموعة. ويجمعهم عامل جيني معين يتم الكشف عنه والفحص عنه إذا شكينا أنه المريض عنده هذه الحالة. زين دكتورة، بشكل عام هل النساء أكثر إصابة بهذا المرض أو رجال؟ بالنسبة لهاي الحالة الرجال أكثر. الرجال يعني ولو أنه بالنساء نتيجة العوامل الهرمونية ونتيجة حسب ما الدراسات أثبتت حتى شكل الحوض يأثر، فالنساء حتى من يصابون بشكل أقل، يعني شدة المرض تكون أقل وسرعة تطور المرض يكون أقل بالنساء. لكن أكو حالة تتشبه بهاي الحالة اللي تصيب النساء بعد الولادة، فيصير نتيجة الضغط على منطقة الحوض والأنسجة الضامة بها يصير التهاب في الحوض أو في منطقة المفصل العجزي الحرقفي، تتشابه ويا هاي الحالة جدا بأعراضها، فلازم الواحد يكون يفرق يميز بيناتهم. زين، موضوع العلاج يعني، او موضوع خلينا نقول هو اتوقع يجوز ينشمل من ضمن العلاج الطبيعي، يدخل بعلاج هذه الالام، لو خلينا نقول العلاج الدوائي فقط هو لا كافي. جزء من العلاج الطبيعي. احنا دائما الاشخاص المصابين بهذه الالتهابات ننصحهم بالرياضه، السباحه يعني بحد ذاتها يعني كلش مهم، لكن ايضا لازم يعني احنا نص العلاج هو التشخيص المبكر. صحيح. ثم العلاجات الدوائيه، العلاجات الدوائيه تشمل العلاجات مضادات الالتهابات المفاصل اللاستيرويديه، ثم في حالات من شده المرض اذا كثيره او عوامل الخطوره كثيره لازم ننطي علاجات اخرى تتضمن العلاجات البيولوجيه. لكن في حال في بعض الحالات يكون الاشخاص عندهم ما عدا الالتهاب في الفقرات او في الحوض يكون عندهم ايضا التهابات في المفاصل الطرفيه، ففي هذه الحالات ممكن المثبطات المناعيه ايضا تفيد في هذه الحالات. زين دكتوره، خلينا نحكي شوي على طبيعه الالم، يعني شلون يكون الالم؟ هل هو الم ظهر عادي او ممكن شوي مميز يكون مثل الطعن او فد شعور غريب؟ شلون يكون الم؟ هو الألم يكون عادة يعني من يبدي يكون ألم مثل يجمد، يعني يبس الألم،
احيانا يكون بس ازعاج مزعج، يعني انه تحس انه اكو فتشي ما تعرف يعني شنو سببه، شنو سببه او ثقل يكون على طول الظهر يعني او اماكن، يكون في منطقه المقعد اكثر شيء، في منطقه الاليه اللي يسموها وتتناوب مرات، يعني مره تكون بالجهه اليمنى مره تكون بالجهه اليسرى فتتناوب، هاي ايضا من الخصائص. وما يميز الالم انه يكون مثل ما قلنا على شكل نوبات، واهم خاصيه انه يكون التيبس الصباحي وانه يزول بالحركه. والمريض مثلا احنا دائما متعودين نقول له ما دام عندك الم بالظهر ارتاح، لكن هو الراحه ما تفيده، بالعكس الراحه كل الحركات يعني مسموحه له، يعني تريح كل الحركات تريح جيد جدا. اذا حجه وسبب جيد الى انه ممكن يمارس الرياضه او السباحه بالضبط مثل ما ذكرتي. والرياضه كلش مهمه، لانه احنا في هاي الحالات دائما نركز على محافظه على فعاليه ووظيفه المفصل، فالرياضه تحافظ لنا على وظيفه المفصل. واكو شيء اخر هو انه من مضاعفات المرض هو هشاشه العظام، يعني صح العمر يعني صغير لكن المرض نفسه راح يسوي هشاشه عظام، فاذا الرياضه كلش مهمه لبناء العظم وعدم وقايته من الهشاشه. هل من الممكن انه الموضوع في حال انترك من الممكن ان يحتاج الى تدخل جراحي يعني، واذا تازم الموضوع بصوره كثيره؟ في حالات يعني في حالات انه من صار تلاصق يعني في الفقرات نتيجه تحول الانسجه الضامه الى عظام، يسموها بامبو سباين، يعني يصير مثل عصا البامبو. اي فبهالحاله المريض يصير مثل يعني في حاله عوق، لانه ما يقدر يمارس الانشطه اليوميه، ففي هذه الحالات ممكن التدخل الجراحي، لكن التدخل الجراحي يكون فقط تدخل ترميمي وليس له دور في علاج المرض. يعني يبقى للعلاجات دور اساسي. العلاجات هو مرض مزمن. يعني قصدي. هو مرض مزمن، العلاجات تسوي كنترول على المرض، ما تخلي شده المرض تزداد وما تخلي المرض يؤدي الى مضاعفات، احنا قلنا ما عدا هاي المضاعفات اللي تصيب الجهاز العمود الفقري التصلب، ممكن ايضا تؤدي الى اعضاء اخرى تصيبها مثل القلب مثل الكلى، يعني ممكن تؤدي لانه يكون جهاز المناعه الذاتيه هو الخلل به، فممكن تطور المرض اذا ما سيطرنا عليه ممكن يؤدي الى اعراض اخرى في اعضاء اخرى من الجسم. زين دكتوره بالاخير شنو النصائح اللي ممكن تقدميها للناس اللي ممكن يعانون من الام ظهر او وقايه حتى يحافظون على صحه ظهرهم؟ طبعا اذا في موضوع انه الامراض او الام الظهر الالتهابيه، اي شخص يعني عنده هاي الخصائص اهم شيء انه يلجا الى الاستشاره الطبيه في اقرب وقت. هاي اولا الخصائص اللي شرحناها. لكن للمحافظة على بصورة عامة للمحافظة على صحة الظهر المفروض يعني ممارسة الرياضة، لأنه في وقتنا الحالي نشوف أنه إحنا عدم الحركة صحيح. القليلة فهاي أحد أسباب آلام الظهر المهمة، الأسباب الميكانيكية، فتقوية عضلات الظهر، تقوية عضلات الجذع، ممارسة الرياضة، الحركة، الأشخاص اللي عندهم أوفيس بيس لازم يأخذون بين فترة وفترة يتحركون، وتمييز بين الآلام الظهر كونها التهابية أو كونها ميكانيكية كلش إلها دور حتى نسبق الوقت اختصاصية أمراض المفاصل والروماتيزم دكتورة أفين عارف معرف. شكرا لك وشكرا لكم للتفاصيل. شكرا دكتورة نورتينا. إذا مشاهدين سؤالنا التفاعل اللي كان من بداية الحلقة، ما هي أكثر مناسبة أو عيد تستعد له ولماذا؟ خلونا نقرأ بعض من تعليقاتكم على الإنستغرام. ترى أنت شنو أكثر مناسبة تستعدين لها وتكونين يعني متحمسة لها؟ عيد ميلادي ممكن، بس اتحمس لها بس كل شيء ما اسويه، ما اتحضر، انتظر المفاجاه. انتظري المفاجات. ايضا خلينا نقرا التعليقات الموجوده، هواي قايلين اعياد ميلاد، ايضا حابين هذه المناسبات، نوروز، عيد النوروز معروف. بعد شنو عندك تعليقات؟ طبعا اكو تعليق، اكو كثير من التعليقات اللي تشاركها الناس من الحياه اليوميه، بس بتعليق من فرح
هو بنوع من الطرفة يعني. تعليق من فرح تقول أنا دائما أنتظر عيد زواجي ودائما زوجي ينسى. لا مو هاي مو زينة هاي الفقرة أكيد. على هاي مشاكل. السيرة محمد يقول عيد السناقل عكس الموضوع. طبعا مشاهدينا الكرام احنا بالتأكيد راح نرجع ونقرأ المزيد من التعليقات اللي شاركتنا بها بحلقة اليوم، لكن من بعد ما نروح وياكم لهذا التقرير طبعا راح نروح وياكم لمحافظة ذي قار اللي يقام بها أنشطة للأطفال كل يوم، يعني كل يوم جمعة، وهذه الأنشطة بها يتعلمون الأطفال اللغة الإنجليزية والرسم والخط بالإضافة إلى الموسيقى، وكل هذه التفاصيل كلها من قبل فريق تطوعي يقدم خدمته للأطفال وخصوصا للأيتام. فخلونا نشوف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. أتعلم رسم ويعلموني الرسم ويعلموني الاحترام ويعلموني القراية، وأنا بصف السادس وجيت لهنا ألعب ويعلموني الأشياء ويعلموني أقرأ إنجليزي. تعلمت يقروني إنجليزي ويعلموني رسم وأصدقاء هنا وألعب وياهم وعلموني الاحترام وأحكي وياهم. الفريق أسس 2016 لحد اليوم، هو كل جمعة يقيم فعاليات للطفولة وبعدة محاور، محور خاص للأيتام ومحور تربوي ومحور متابعة الأطفال واليتامى. أحد المحاور التي نقيمها هنا في حديقة الشهيد أحمد نوفل هي فعاليات رسم وخط وموسيقى وتنمية بشرية لتنشئة الأطفال وتنشئة الجيل القادم، لأن كما هو معروف لا تقيم المجتمعات إلا على الأطفال. نحاول نأسس جيل ناشئ جديد ضمن أسس تعربينا عليها وتعلمنا عليها. فريقنا فريق تطوعي مسجل في شباب الرياضة، يرعى مجموعة من الأيتام والأطفال بصورة عامة. عندنا خمس محاور، محور تربوي وطبي وفكري وترفيهي ورياضي واجتماعي خاص بالأيتام، يخص الأطفال بصورة عامة والأيتام بصورة خاصة. يعني نعمل به أكثر من فعالية، عندنا المرسم، ألعاب تكون ألعاب فكرية وألعاب حركية، كذلك ألعاب سابقا انقرضت مثل جر الحبل أو ألعاب كشفية اللي تمارسها بعض المدارس. الفريق خارج النظام المحور الثقافي، عندنا مجموعة من الأيتام والعام في المدارس من خلال متابعة درجاتهم، متابعة مستواهم الدراسي وتجهيزهم بالقرطاسية والملابس على طول السنة وليس موسمي. أيضا نحاول نلقي فد موارد عمل للشباب من الأيتام بهم، والآن الحمد لله رزقنا بشباب دخلوا في السلك الجامعي. النشاط في الجمعة هذا المحور الثقافي بمرسم، بمسرح، بألعاب وبتنمية بشرية كل جمعة منذ سنتين. أحد الأشياء الإيجابية هو وجود فريق رويحتي، كل جمعة يجتمع هنا مجموعة من الأطفال بدروس تعليمية وتربوية ورياضية وترفيهية، وهي من الأشياء الإيجابية في مدينتنا الناصرية تفتقر مثل هذه الفعاليات. الصراحة احنا كناس مهتمين بهذا الجانب دائما نحضر ونجيب أطفالنا على مود يحضرون مثل هذه الفعاليات، هو نوع من الدعم حتى لو قدرنا ندعمه بكلمة فيستحق من عندنا كل الشكر والتقدير والدعم من خلال الأشياء اللي يسويها هنا. طبعا جاي يعلمون دروس، يعلمونهم هنا بعض الدروس الخاصة بالرسم، يعلمهم حتى فن، أكو مسرح، أكو أشياء رياضية، أكو حتى طريقة تعامل داخل المنزل أو حتى داخل المدرسة، هي الأطفال بهذه الأجواء إلى دخوله إلى المدرسة والتدريس.
رجعنا لكم مشاهدين بعد ما شاهدنا هذا التقرير من محافظة ذي قار. أكيد نشكر كل القائمين على هذا النشاط المميز اللي فعلا مميز لأنه كونه موجه للأطفال وخصوصا الأيتام، فإحنا دائما نحب نشجع هيك نشاطات ونشوفها بأكثر من محافظة أكيد. والأجمل أنه هذا النشاط هو نشاط يعني تطوعي مجموعين بمجموعة من الشباب، ودي يحاولون يعلمون هالأطفال يجوز مثلا حروف إنجليزية أو رسومات معينة. يعني حلو اليوم حتى من نشوف مثلا أكو فد اهتمام ولو طبعاً. حتى لو من بعض الأشخاص بهذا الجانب. طبعاً مشاهدين الكرام احنا راح نرجع ونقرأ تعليقات شوية حتى نشوف شنو هي المناسبات. فعلا أكو كثير من الأشخاص يعني مناسباتهم تختلف. أكو طبعاً. أكو ناس حتى تحتفل مثلا من تفتح فد مشروع خاص بها هم تعتبر مناسبة وكل سنة ممكن هي تكون مناسبة بالنسبة لهم، فبالتالي يتبادلون الهدايا حتى لو ما تكون عيد ميلاد. أيضا نشوف على سيرة العيد ميلاد، ليلى تقول أنا على مدار السنة بس أشتري هداية عيد ميلاد لأصدقائي. طبعا تعليق كاتبين بي مناسبة كلش مهمة، نجاح أولادي هو أحلى عيد بالنسبة لي. حلو، هاي مثل ما قلنا يعني هي السعادة والفرح تكون هي مناسبة تكون بحد ذاتها، فعلا مناسبة بحد ذاتها. طبعا إذا مشاهدي من هذه التعليقات راح نروح إلى فقرة الأخبار المنوعة. راح يكون أول أخبارنا عن زبون غريب يقتحم أحد المقاهي في أفريقيا ويجلس على الطاولة دون أن يهتم لأمر أحد، وذلك في مشهد طريف التقطت السائحة سيمون روف صورة تكاد أن تكون نادرة لفيل اقتحم المقهى والذي كانت تجلس وتشرب قهوتها فيه، وفجأة وجدت الفيل يستلقي على الطاولة بعد مشوار على ما يبدو بأنه كان متعبا بالنسبة له، ولم يبقى الحيوان البري في منطقة الاستراحة لفترة طويلة، وفي النهاية انطلق مسرعا بعيدا حيث التقطت الكاميرا، وأيضا كان منظره هو على الطاولة وأيضا في طريقة للخروج وأخذ معه، وأيضا غضون الثواني من النشر لسيمون هذه الصور. أكيد صار أكو تفاعل كلش كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما نشوف الصور الفيل. ما عندنا يمكن صور فعلية للفيل، لا هي هاي الصورة أي نشوف فعلا مقطع أخذ الشمسية شي. يمكن أي شون قاعد فعلا احنا شايفين هيك اللقطات مثلا من يتعرض لسيارات السفاري مثلا هم يصعد على سيارات السفاري شيء بالغوا ممكن يكون مشافين. مدرب أو تعبان وشاف مكان مناسب إلى يأخذ هيك استراحة بسيطة وأخذ الشمسية ويا أهم شيء يستفاد من عدها. طبعا مشاهدين الكرام انتقلوا وياكم للخبر الآخر. عندنا مثل شعبي مشهور يقول أكو أحد يشتري سمك بالشط، هذا ما حصل مع زوجان من أمريكا بعد أن أحيلا على التقاعد قررا أن يتركا مدينتهم بلوس أنجلوس، وكان الزوجان يتابعون عروض البيع للمنازل بأماكن مختلفة حتى عثروا على منزل بأحدى القرى الريفية بفرنسا وبمبلغ 12,000 يورو فقط، فسارع الزوجان بالاتصال على البائع واشتريا هذا البيت دون مشاهدته، وبعد أيام قليلة قررا أن ينتقلا إلى المنزل والتعرف عليه، وعند وصولهم إلى العنوان تفاجأ بأن مساحة المنزل هو 400 متر، وهم كانا يتوقعان بأن المنزل صغير، والأجمل أنه ضمن قرية صغيرة هادئة لا يسكنها الكثير من الناس، الأمر الذي جعلهما يشعرون بالسعادة أكثر، فهم هاربون من ضجيج لوس أنجلوس كما قالا ويبحثون على الهدوء بهذا المكان. يعني هذا يخليك صدق تشتري سمك بالشط. شلون حلو الصدفة وفرصة اجتهم بيت رخيص يعني بالنسبة لمواصفاته، وبعدين تفاجأوا بالمواصفات اللي يحلمون بها ممكن وأكثر. طبعا بس حتى البيت ما كان بالهم بهذا السعر، يعني كانوا يتوقعون مثلا البيت صغير أو شيء، يعني تعرفين يعني بعض طبعا هذا السعر ممكن يكون البيت أصغر بكثير من هاي المساحة، وهم يحبون العزلة أو المناطق اللي تكون بالعافية عليهم خليصة فعلا مبروك عليهم. إذا المشاهدين ننتقل إلى خبرنا الآخر وذلك عن الموسيقى الكلاسيكية، ولكن في بالتحديد بمزرعة تدلل الخراف لقص صوفها. توفر مزرعة في نيوزيلندا أجواء هادئة جدا لخرافها قبل جز صوفها من الموسيقى الكلاسيكية إلى المداعبات الخفيفة، على عكس ما يجري داخل الحظائر والتي عادة ما تكون مزدحمة وصاخبة، والهدف يتمثل في أن تكون لديهم خراف سعيدة وهادئة،
وهذا الموضوع يبدأ من الأسلوب اللي يستخدمونه في التعامل معها أصحاب المزرعة الكبيرة، وأيضا يطلب من الجزارين بأن ينجزوا عملهم ببطء ولطف، وقد تتأثر رواتبهم بأسلوبهم المعتمد مع الخراف، إذ قد تنخفض في حال تعرض أي خروف لكدمات أو جروح، كما وأن في هذه المزرعة تدرب كلاب المزرعة على عدم النباح، في حين تلقى الخراف المريضة معاملة خاصة، والموسيقى هي الوسيلة المعتمدة في تعاملهم التام مع الخراف. جيد جدا. هاي مزرعة حلوة يعني هيك بها عناية كلش سبيشال. سبيشال يعني ذكرت شلون ذا شيب. بالضبط. يعني شلون حتى انه اذا اكو كدمات او لا، ويعني هاي تفاصيل ممكن يعني ما حد ما ينتبه لها مع العدد الكبير من الخراف. والميوزك ولازم ما حد برايكم يحسون هم بهاي الاجواء انه يسترخون؟ والله ما اعرف يعني. راد نزور ونشوف احنا المكان. مثلا نشوف ردود افعال الخراف مثلا من قبل وبعد الحلاقه وميوزك. حتى اللي يشتغلون ممكن راح يكون شغلهم حلو باسترخاء لان اجواء حلوه وهادئه. مو بس هيك، انت شفتي اكفت قوانين خاليها انت لازم تطبقهن حتى يعني هذه القوانين اكيد كلها في سبيل انجاز العمل باتم صوره. صحيح. ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام للخبر الاخير، هل من الممكن للكلاب الكبيره ان تتسلق الاشجار المرتفعه؟ اليكم التفاصيل. طبعا عثر لوكا على كلبه تدعى لونا بينما كان يقود مركبه للطرق الوعره بالغابه بحثا عنها، وحين وجدها قال لي صاحبها لدي اخبار جيده واخبار سيئه، لقد وجدت كلبتك الخاصة بك لكنها على ارتفاع 30 قدم بشجرة. هذا الأمر الذي أثار استغراب صاحب الكلبة، فلم يتوقع بأن كلبته يمكنها التسلق على الأشجار وبارتفاع مثل هذا، وهذا أيضا ما أثار الاستغراب بعد نشر الفيديو. وقام صاحب الكلبة فيما بعد بأخذ السلم وأخذ لونا واحتضنها وهي كانت عالقة بين أغصان الأشجار. طبعا انا اتوقع الاشخاص اللي يربون هذه الحيوانات الاليفه تكون علاقتهم كلش قويه بيهم. طبعا عزيزه نشوف الفيديو يعني كلش يقهر هذا الكلب وهو على الشجره ويباوع. بس صعدها هو صدق شلون صعد يعني ما اعرف. مو هي الشجره مايله. الشجره الشجره مايله هذا الموضوع اللي بس هو خلص ورط الكلب وبعد ما قدر ينزل. بس هو اتوقع من فصيله الجيرمان شيبرد. جيرمان شيبرد صح بالضبط. صعدت خطيه بس بالاخير نقذوا اكيد. اذا مشاهدي من هاي الاخبار نذكركم بشكل اخير بسؤالنا التفاعلي، ما هي اكثر مناسبه او عيد تستعد له ولماذا؟ خلينا نقرا المزيد من تعليقاتكم على الانستغرام. منتظره الشهر الثاني حتى استقبل اميرتي ان شاء الله. ان شاء الله يمكن قصدها الولاده. ان شاء الله تكوني بالسلامه. اكيد بالسلامه. عيد الفطر وعيد الاضحى اكو اشخاص كاتبين كل المناسبات بدون استثناء. هواي طبعا اكو عيد ميلادهم واحد واحد، كاتبين عيد ميلادي واحد واحد فبنسالهم. واكو ناس الصراحه شوفي هي لو تساوت الاراء لبارت السلع، اكو ناس يقولون احنا يعني ايش كم تعليق كاتبين احنا ما نحتفل بهذه الاعياد والمناسبات لان تكون مزدحمه. تكون مزدحمه فعلا. اكو ناس ما تحب يجوز هذا الجو اللي يكون هيك بهوايه ناس. صح ممكن يكتفون فقط انه يتواجدون مع بعض وتكون لمه متكونه من اصدقاء او الاهل واجواء حلوه وشاي واكلات بسيطه فتكون تكتمل المناسبه اكيد. اذا المشاهدين نكون بهذه الفقرات وصلنا الى نهايه حلقتنا من صباح الشرقيه، ان شاء الله تكونون استمتعتوا ويانا ونشوفكم باكر بمواضيع جديده. باي باي. مع السلامه.